أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ الله أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا فوق البصر وخسف القمر وجمعت كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به لا كلا بل تحبون العاجلة
وتدعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق فظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أبيه يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من بني تمنى. ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر.
أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله 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 أكبر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى